السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ نرسم شكل 2D بسيط جدا، وهبدأ اخليه يمشي على المسار دوت. فهاجي اقول له انا عايز ارسم لاين، تمام، وهبدأ ادوس على الماوس الايسر، تمام، لحد ما يبدأ يظهر لي الشكل دوت، وهبدأ ارسم الشكل بتاعي مثلا بالشكل دوت، تمام اهوت اهو. تمام كده انا رسمت حاجة 2D. دلوقتي بقى هبدأ اعمل سيلكت على الشكل دوت، وادوس رايت كليك واقول له انا عايز سويب، او من ديزاين من كرييت هقول له ادفانسد، وهقول له انا عايز سويب. سويب بيقول لي حدد الفيس، حددت انا الفيس بتاعي اللي هو الجزء دوت، وبعد كده هبدأ احدد المسار بتاعي اللي هي الخطوط ديت، تمام، واقول له اوكي. فبدأ فعلا يبدأ يرسم لي بالشكل دوت.